مصر عادت شمسك الذهب تكتب الأخبار والنيل على شطه قصص الحب تلتهب. مساء الخير ومساء الفرحة ومساء كل حاجة حلوة. والحقيقة الواحد مشاعره الحقيقة غلباه بشكل كبير، واحترت كتير أقول لحضراتكم إيه في بداية الحلقة بعد ما كلنا عشنا حوالي ساعتين من الحلم الجميل. عشنا ساعتين من الزمن الجميل، بس مش الزمن الجميل بقى بتاع كم سنة فاتوا، لا بتاع كم ألف سنة فاتوا. عشنا ساعتين من الإبداع ومن الفن ومن الحضارة ومن الحب ومن الوطنية ومن من الاستعراض ومن الغنى ومن التنظيم، اللي كلهم الحقيقة كلهم تناغموا في أداء سيمفوني رائع قدم لنا احتفالية طريق الكباش في الأقصر. والله احترت كتير اقول لكم ايه بعد ما شفت، يعني كنت محضر كلام كتير قبل الاحتفالية، وعشان كده كان قرارنا النهاردة في اخر النهار نحن نطلع لحضراتكم بعد الاحتفالية مش قبلها، لان الاحتفالية كانت تحديدا في نفس توقيت برنامجنا، انتوا عارفين بنطلع الساعة 8 مساء، فقررنا احنا نطلع بعد الاحتفالية عشان نستمتع مع بعض بمشاعر الفرحة والسعادة ونعقب على ما شاهدناه. والحقيقة انا اتفرجت كمشاهد كمصري، وده اللي بخليني دلوقتي اجد الكلام متعثر على لساني في وصف انبهاري وفرحتي وفخري باللي انا شفته. والحقيقة لو كلمتكم عن كل تفصيلة انا ممكن اقعد ساعات، والنهاردة طبعا الوقت مش هيسمح، بس كل تفصيلة في اللي احنا شفناه النهاردة تستحق ساعات من الحكي والحديث والاشادة والاعجاب. لو كلمتكم عن الاقصر كالاقصر، شفنا مطارها بقى عامل ازاي، شفنا مرساها بقى عامل ازاي، شفنا كورنيشها بقى عامل ازاي، شفنا فوالكها ومراكبها بقوا عاملين ازاي، وشفنا معابدها بقت عاملة ازاي. القصة النهاردة مش طريق الكباش، النهاردة احتفالية بالاقصر. الاقصر تعود للحياة مش بثوب جديد، لا ده باطلالة جديدة وبحياة جديدة وبرونق جديد وببهاء جديد يسر الناظرين ويبهر العالمين. ده بس كده عن الأقصر. أما عن التنظيم فحدثوا ولا حرج، وأنا الحقيقة هنا ما عنديش أي حرج، ما عنديش أدنى حرج إن أنا أشكر وحيي الشركة المتحدة وكمان جوهر وسعدي. والحقيقة أنا عارف كويس قوي جوهر وسعدي من زمان، والناس دي الحقيقة ناس موهوبة بالفطرة في هذا المجال، مجال الفن والإقامة الحفلات وتنظيم المعارض والمؤتمرات والإعلانات الحقيقة الناس موهوبة بالفطرة، وأسقلت هذه الفطرة الموهوبة بالتدريب وبالعلم والاستعانة بالكوادر المتخصصة، فأصبحوا وده بلا فخر الحقيقة لأنهم في النهاية مصريين، فأنا يحق لي جدا أن أفرح بيهم. أصبحت شركة جوهر وسعدي الحقيقة يعني أصبحوا بيت خبرة عالمي، بيت خبرة عالمي. سعدي وجوهر أصبحوا بيت خبرة عالمي، تعهد إليهم بالأحداث والفعاليات والإيفنتس مهما كانت ضخامتها ومهما كانت صعوبتها ومهما كان تعقيدها، وانت مطمن ومغمض وتعرف انه اللي هيطلع كناتج احسن مما انت متوقع ومتامل. كمان شفنا الكلام ده في حاجات كتير، منها موكب المومياوات اللي ابهرنا وما زال مبهرنا لحد النهارده، ثم ده، ثم ايفنتس كتير جدا في مجالات مختلفه. فالحقيقه كل الشكر للشركه المتحده وكل الشكر لسعدي وجوهر على هذا البرزنتيشن، هذا العرض المبهر وهذا الاخراج اللي الحقيقة بيقول لنا ان احنا في حتة تانية، بيقول لنا ان احنا اصبحنا في حتة تانية. كنا زمان بننظم الفعاليات ودايما احنا كمصريين نوع نطلع فيها القطة الفطسة ونطلع فيها الدفوهات والتفاصيل. النهاردة والله 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 ثلاثة والله بعقد الهاء، انا قاعد بتفرج من كتر ما انا شايف الموضوع متكامل. طب قلت اغلس على نفسي واحاول اطلع عيب، اطلع تفصيلة، اطلع حاجة وقعت. الحمد لله الحمد لله ما لقيتش. حتى في الكادر لما كان بيجي على المجاميع
عايز اقول لكم المجاميع كل واحد منهم بيأدي دوره في المنظومة والمعزوفة الجماعية بشكل كأنه هو البطل وكأن الكاميرا كلوز متركزة عليه، فمندمج حتى على مستوى الكوستيومز الملابس. كنا زمان نلاقي مش دلوقتي تتفرج حتى في الكلوزات تلاقي الملابس كلها مفيش حاجة فيها مقطوعة، مفيش حاجة فيها منتوشة، مفيش حاجة فيها مش نضيف، كله كوم الفو، كوم الفو زي ما بيقولوا الفرنساويين كده، اللي هو كما يجب أن يكون. فأنا النهاردة كنت بتفرج بعين منبهرة وعين ناقدة كمان عشان أشوف المستوى الذي وصلنا إليه في تقديم الأحداث العالمية، لأن خدوا بالكم النهاردة احنا بنتحط في مقارنة، لما تعمل الحفلة دي مش هتتحط في مقارنة مع بقية الجهات اللي في مصر ولا في أفريقيا ولا حتى الوطن العربي. انت النهاردة بتقول انا هو قدام العالم، واللي يعرف يعمل حدث فني في اعرق اماكن الدنيا اللي تاريخه 3000 سنة طريق الكباش بالتحديث والتطوير ده مع الحفاظ على العراقة والريحة بتاعت التاريخ القديم، يجي يقول لي انت فين، يجي ينافسني. احنا النهاردة في حتة تانية بهذا الاخراج وهذا العرض وهذا التنظيم وهذا الذوق وهذه الاختيارات المحددة لطريقة الاستعراضات وشكلها وطريقة اللعب ما بين الشاشة العملاقة اللي كانت موجودة on stage قدام الحاضرين وما بين الايفنت نفسه اللي كان بيحصل في معبد الكرنك والممر وطريق الكباش ومعبد حتشبسوت، وكل ده في مزيج رائع ما بين الحقيقة والشاشة والشاشة والحقيقة. بصوا المنظر وقولوا لي انهي مهندس ديكور حتى مهما بلغ خياله من الابداع انه يعرف يطلع صورة زي دي او يرسم ديكور زي ده او ينفذ ديكور زي ده. الحقيقة يعني الحقيقة انه القصة قصة نجاح بامتياز، قصة نجاح بامتياز، وقصة لها علاقة بذوق عالي حتى على مستوى الاضاءة. يعني انا توقفت النهاردة قدام فكرة الاضاءة، اتلعب بالاضاءة النهاردة لعب ما حصلش. والحقيقة انا عايز احيي القائمين على وضع الاضاءة واضاءة المكان. المكان ايه ده؟ مش بكلم على مكان اضاءة معبد كرنك ومعبد حتشبسوت والطريق كله والقاعة الاحتفالية والجنبين والنيل. شفتوش حد بينور النيل؟ او احنا نورنا النيل. طبعا النيل منور طول عمره، بس احنا كمان النهاردة زدناه بهاء ونورا لما تنور، والمراكب والفلايك اللي عليه بالشكل الحلو. وشفتوا بقى الكورنيش كان عامل ازاي؟ شفتوا الكورنيش كان عامل ازاي؟ بصراحة الصورة مبهرة ومفرحة. وطبعا لو عندك بقى اخر شوط خالص، مش عارف تعرف تلحقه دلوقتي انس ولا لا، 740,000 العاب نارية اللي في الاخر حاجة مبهرة. يعني انا كنت قاعد بتفرج وبقول بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، خمسة وخميسة في عين الحسود اللي يشوف الحاج جمال ده وما يصليش على النبي وكل من له نبي يصلي عليه. كمية الالعاب النارية الفاير ووركس وجمالها والوانها والتتالي والتتابع بتاعها يخليك تعلن انك في حدث كبير، انك في ايفنت عالمي كبير. ما اعتقدش ان في حتة كان فيها الكثافة دي من الالعاب النارية. وطبعا حمائي ده صديق حبيب وجميل انا بحبه، وكان منور الحفله النهارده. بصوا الالعاب الناريه كثافتها والوانها وبهائها وجمالها يخليك تحس فعلا ان انت حتى سياده الرئيس النهارده رغم الوقار ورغم الاحتشاد والاحتشام اللي طول عمره يعني سماته فيهم وهو في الجلسات العامه او في الاماكن العامه، بس لم يستطع ان يمنع نفسه من اظهار علامات الفرحة والارتياح على وجهه، لانه في النهاية قبل ما يكون رئيس البلد دي ورئيس الجمهورية هو مصري ففرحان زينا. يعني واحنا قاعدين انا كنت قاعد بتفرج في التلفزيون في حتة كنت قاعد بسقف وبقول الله اكبر وتحيا مصر لما اشوف حتة حلوة او حاجة
حاجه كذا او لعبه حلوه معموله في الحفله او كذا، لان انا مصري وفرحان. فطبعا رئيس الجمهوريه ما ينفعش يعمل كده، بس مع ذلك كل قسمات وعلامات الفرحه والارتياح والفخر بين على وجهه وهو بيتابع مراحل الاحتفاليه واحده في واحده تصاعديا وصولا الى قمه الجمال في العرض الجميل بتاع عيد اوبت او موكب اوبت، ثم اغنيه الاقصر بلدنا اللي هي ما زالت زي ما قلت لكم امبارح وانا بالصدفه عرضتها لكم امبارح النسخه الاصليه منها، اغنيه الاقصر بلدنا اللي غصب عنك تلاقي نفسك بتتمايل وبتغني وبتفرح وبترقص معاها بشكل جميل بشكل جميل. وطبعا اختيار الصعيدي الجدع المطرب وائل الفاشني لأداء الأغنية أمام السيد الرئيس وأمام الحاضرين كمان كان اختيار موفق. ثم الألعاب النارية، فالحقيقة النهاردة سيمفونية حلوة قوي، وأنا داخل لحضراتكم دلوقتي قلبت بسرعة بس طبعا ما لحقتش، يعني لأنه يدوبك هي 10 دقايق الفرق ما بين الاحتفالية ودخولي لحضراتكم، بس قلبت بسرعة كده عايز اقول لكم استنوا بكره صحافة العالم، انتظروا غدا صحافة العالم هتشوفوا انطباعاتها على اللي شافوه. يعني انا قلبت بسرعة كده شفت شوية تعقيبات من دول اجنبية ومراسلي وكالات انباء حاجة ترفع الراس لمجرد ان انت مصري، والله حاجة ترفع الراس. انتظروا صحافة العالم وتلفزيونات العالم بكرة وهي بتغطي وبتتكلم عن هذا الحدث العالمي الكبير الذي استضافته مصر. الحقيقة من زمان وانا بقولها بالفم المليان، من زمان والواحد ما حسش انه ند لأي مواطن في العالم. مش عارف المعنى اللي جوايا واصل لكم ولا لأ. ند يعني راس براس. زمان كنا نحس طول الوقت ان احنا بعاد، ان احنا نبص للناس من تحت لفوق كده على ان هم في كوكب تاني او ان هم جامدين قوي او. بس الحقيقه النهارده انا حاسس ان مفيش حد اساسا في طولي، انا المصري مفيش حد النهارده في طولي. اللي عنده حضارتي يجي يقف جنبي، اللي عنده المعابد وعنده حاجه شبه الاقصر يجي يقف جنبي، واللي عنده رجاله يعملوا احتفاليه بالروعه والابداع والفن ده يجي يقف جنبي. ومهما كان يجي يقف جنبي انا برضو اطول لان انا مصر. تعالوا نروح، احنا معانا الدكتور وسيم. طيب ماشي. تعالوا نروح لواحد من اطول القامات، بس مش في الجسم، لا في العلم وفي حب المصريات والاثار والحضاره المصريه، استاذنا الدكتور وسيم السيسي. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور يا استاذ تامر. الحقيقه انت ايه ده، انا اكتشفت انك انت فنان عظيم وعمزه البحتوري عنده عينين كاميرا يصور ويشعر ويتكلم، يعني انا استمتعت بالوصف بتاعك يعني الى حد كبير. وحتى لما بتقول ما فيش حد في قامتي فكرتني ببيت شعر جميل لامير الشعراء بيقول ازاي، مشت بمنارهم في الارض روما ومن انوارهم قبست أثينا، تعالى الله كأن السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقينا. يعني لسه سيادتك بتقول تعالى وريني واحد يعرف يعمل حجر زي اللي أنا شايفه ده. صحيح صحيح. فجبت لي أنت يعني ده اللي إحنا بنسميه أسوسيشن أوف ثوتس أو تداعي المعاني، جبت لي بيتين الشعر دول. والله كل الكلام ده طلع من وحي الفخر والانبهار اللي سادنا جميعا بالاحتفاليه الرائعه النهارده. واضح. واذا كان ده انطباعي وانا مجرد مصري يعني يهوى حضاره بلده، فانا متاكد ان الشعور ده متضاعف عند حضرتك الاف المرات، لانك يا يعني سلام. عاشق الحضاره المصريه. انا عاشق وعاشق وعاشق ومتيم كمان. صحيح. وقد ايه فرحتي يعني بمتحف الحضاره والاحتفاليه الضخمه بتاعت المومياوات. أيوة. والنهارده كذلك. وانا شايف ان منذ تاريخ قدماء المصريين لم ياتي لك يا مصر رئيس عاشق للحضاره ويحيي الحضاره المصريه، وكانه يؤكد انه لن يعود الى مصر رجال حضاري
إلا إذا عادت إلى حضارتها العظيمة. يا سلام. وده يؤكد ما قاله سيمونيدس المفكر اليوناني لما اليونان هزمت أسبرطة، قال: هزمناهم ليس حين غزوناهم، بل هزمناهم حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم. الله. السيد الرئيس عبد الفتاح بيعيد إلينا تاريخنا وحضارتنا، وعشان كده هو هنصبح يعني فعلا، يعني هقول لك ايه، نابليون بونابرت قالها: قل لمن يحكم مصر، اقول لك من يحكم العالم. الحقيقه ما اخبيش عليك يا استاذ سامر، كنت الجمله دي متشكك فيها. أي. انما في 30/6 مصر غيرت العالم. صح. واللي يغير العالم يبقى بيحكم العالم. فنابليون بونابرت ما قالهاش كده اعتباطا، ده هو اصله كان لان من يعني في وسط ابناء الامراء والحاجات اللي زي دي، وجسمه قليل، فكان يقضي وقته 5 سنين في قراءه الحضاره المصريه القديمه والحضاره الرومانيه والامبراطوريه الرومانيه، وكان يتمنى ان يكون احد الاباطره الرومان او احد الملوك المصريين. فكان الكلمه بتاعته دي نبع من دراسه 5 سنوات في الكليه الحربيه. لما بيقول قل لي من قال جمله ثانيه اخطر: لو أن نصف جيوشي من المصريين لاستطعت أن أغير العالم. كان رجل يعني كان لو رجل أن نصف جيوشي من المصريين لاستطعت أن لو أن نصف جيوشي من المصريين لو أن نصف جيوشي من المصريين لاستطعت أن أغير العالم. الله. وهذا الله صحيح. يعني حضرتك في الحرب العالمية الأولى يمكن كتير ما يعرفوش ان مصر كان لها جيش من 1,100,000 استشهد منهم 600,000. واشرف صبري وهو استشاري طبيب في طب البحار واعماق البحار تتبع مقابر المصريين الذين استشهدوا في بروكسل وفي باريس وفي لندن والى اخره. فحتى اياميها سيد درويش كان صاحب الاغنيه المشهوره بيخاطب المندوب السامي البريطاني يقول له: وينجت يا وينجت، بلادنا خربت. لان من كتر طبعا، لان 15 جيش عندنا هنا في مصر، عشان كده سموها ام الدنيا. ف الكتيبه المصريه لما راحت لبلجيكا، القائد بتاع قوات التحالف يقول ايه؟ كان اسمه الراجل ده، وكان اسمه روفي او موفي حاجه زي كده. الموفي بيقول: لم نذق طعم الانتصار إلا بعد أن جاءت لنا الكتيبة المصرية، لا ترسلوا لنا كتائب تركية. طالما هزمنا في وجود هذه الكتائب، ولم نذق أبدا أي هزيمة بعد أن جاءت لنا الكتائب المصرية، ارسلوا لنا كتيبة مصرية. بس هو الحقيقة دكتور، واحد تاني يوصفهم ويقول أنا مع حضرتك، بس هو الحقيقه الزاويه المهمه اللي حضرتك تفضلت بيها، وهي دي اللي انا حابب نركز عليها اكتر، وهي فكره ان احنا في عصر الان وفي عهد رئيس جمهوريه ودوله ومؤسسات، والحاله الشعبيه كمان متضافره مع كل ده، بقينا مش بس بنهتم بحضارتنا، احنا للاسف عانينا من ازمان كنا بنهين فيها اثرنا وحضارتنا. احنا دلوقتي مش بس بنعتني بيها، لا ده احنا كمان بنعيد لها بهائها وبنظهرها بشكل ربما حتى لم تظهر به في عهدها الرئيسي. تمام. فالحقيقه هو دي النقله النوعيه اللي مصر مقبله عليها بشكل محترم. ده صحيح. نعم. بقول لحضرتك هي دي النقله النوعيه، هي دي الزاويه اللي احنا يجب ان احنا نفرح بيها ونكمل في هذا الاتجاه. طبعا طبعا، وان ننميها، لان لا يمكن ابدا يعني بلد تتقدم الا بالولاء والانتماء. بل الولاء والانتماء لا يتاتى الا بالحب، والحب من الاعجاب، والاعجاب من المعرفه، والمعرفه من التنوير. والتنوير هو اضاءه المساحات المظلمه في العقل الجمعي، واهم مساحه هي المساحه التاريخيه. فاحنا اللي بنعمله دلوقتي بننور عقول ابنائنا بتاريخهم العظيم هذا، ومن هنا سياتي الإعجاب، ثم الحب، ثم الولاء والانتماء، ثم الإنتاج، لأن السياسة هي فن الإنتاج. طبعًا. ما هو المصري الحديث لما يشوف المصري القديم كان عامل كده لازم يغير. طبعًا. لازم يغير ويقول أنا لازم أعمل زي ما عمل أجدادي. طبعًا طبعًا. صحيح صحيح. أنت كنت تعرف عيد أوبت ده أو موكب أوبت؟ طبعًا.
ده كان العيد اللي هو العيد الملكي. ان الطريق 2700 متر كان من معبد الكرنك الى معبد الاقصر، وكان المسار بتاع الملك كل سنة عشان يثبت ويستمد القوة من أمون را في رحلته المقدسة، أمون را في رحلته إلى أمونت زوجته في معبد الأقصر. هذه القوة تنعكس على الملك، لأن لابد للملك أن يكون قويا، لأن القوانين في مصر القديمة كانت إذا أعلن الملك الحرب عليه أن يكون في مقدمة الصفوف، تحط مستلف مؤسس الإمبراطورية كان في مقدمة الصفوف. وهو مجده وعرونا المعركة الشهيرة العظيمة اللي استفاد منها لورد ألينبي في الحرب العالمية الأولى وطبقها وانتصر بها على تركيا، واللي أشار عليه بأن يدرس تحتمس الثالث هو لورنس العرب، قال له أنت محتاس في الحرب بتاعتك، شوف تحتمس الثالث كان بيعمل إيه. عملها ونجح بالخطة بتاعت الآية كويس. كانت من قوانين الحرب، وعندنا احنا ثقل نرى ما هو استشهد في الحرب في تحرير مصر من الهكسوس، تمام، والموميا بتاعته ما هي موجوده في متحف الحضاره. صحيح. وكان في يعني في الـ في الـ في الاوبد ده حاجه اسمها حبس هاد، ان الملك لازم يجري 30 كيلو متر عشان يثبت انه قوي وقادر على الحكم. 30 كيلو 30 كيلو اسمه حبس، الاحتفاليه دي اسمها حبس هاد. حبسد يعني يثبت انه لا زال قويا وقادر على ان هو يجري والاخر، لانه طبعا قوه مهمه جدا يعني. طبعا. وبعدين عاوز اقول لك حاجه بالنسبه دي يا استاذ تامر. اتفضل اتفضل. تصور حضرتك في السنه الخامسه من حكم رمسيس الثاني لمعركه قادش، يعني ما كانش منتصر باختصار يعني. انما تشوف بقى اللي بيقولوا فراعنه وجبابره والكلام الفارغ ده كله، شوف المعارضه وشوف الديمقراطية على الجداريات مرسومة المركبة بتاعت رمسيس الثاني العظيم، ان المركبة بتاعته يجرها ليس خيول انما كلاب. وان الجنود من حوله يفرون كالفئران. هو طبعا غلط في السنة الخامسة ده، يعني اولا كان اربع جيوش تسرع وراح بجيش واحد اللي هو جيش هامون. النقطة الثانية صدق كلام الجاسوس اللي قال له ان الجماعة الحيتيين هربوا ومشيوا فراح لوحده بهذا الجيش يعني، انما عوض هذا كله في السنه 16 من حكمه. تمام. لما وصل بقى للاناضول لتركيا وغرب اسيا والى اخره. انما شوف لغايه النهارده المعارضه عامله فيه ايه؟ بتطلع حبه كلاب بتجره، والعساكر بتاع الجيش بتاعه حبه فران بتجري. صحيح صحيح. والحقيقه دكتور كمان الحاجه اللي تسعد وتخليك طول الوقت في حاله انبهار واعجاب دائم، النهارده دكتور العناني وزير الاثار اعلن كمان انه احنا كده لسه ما خلصناش الاحتفاليه، خلصت لكن لسه الاكتشافات شغاله على قدم وساق. صح. اما نحطه بالثالث. طبعا لورس اكتشفناها فيها هناك مظبوط، وباقي تماثيل الكباش كمان لسه في طريقها للكشف. يعني احنا عندنا 1200 منها انما لسه برضه. صحيح صحيح. صحيح صحيح. دكتور وسيم انا يعني بحبك في الله، لانك من القلب للقلب يا استاذ تامر. انا متاكد لانك واحد من الناس اللي علمونا وحببونا في المصريات وفي تاريخنا وفي حضارتنا وفي عراقتنا، وده يعني مصر لن تنساه لك ابدا يا دكتور وسيم. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا استاذنا عالم المصريات وعالم معاشق الحضاره المصريه الدكتور وسيم السيسي. طيب تعالوا نروح لفاصل، عندنا تقرير ولا ناخد الاغنيه الاول؟ طيب ناخد الاغنيه، نعيد على حضراتكم اغنيه الاقصر بلدنا اللي اداها المطرب وائل الفاشن النهارده امام الحضور والسيد الرئيس في الاحتفاليه، ومنه للفاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا كلام كتير، خليكم معانا. الأقصر بلدنا بلد سواح
برضو في بلدنا نزور بلدنا نفسها يا الأغاني بتتفسح وكل وقت الروح من انت مش عايزة تروح تسيب بلدنا نقصر بلدنا على الخرطة اتحط من تحت شرطة نقصر بلدنا على الخرطة اتحط من تحت شرطة شايفين مكاننا اي والله ما بين جيراننا اي والله زي الصباح حوالي التربة والشمس تطلع كل صباح بفرحة والدمع تروح لفراق بلدنا نزور بلدنا نفسها فيها الأجانب بتتفسح وكل وقت الروح من انت مش عايزة تروح تسيب بلدنا قمر بلدنا الليله ما فيش زيه. والحقيقه القمر النهارده هو الاقصر بكل ارتياحيه وكل موضوعيه. لازم نعترف النهارده انه مدينه الاقصر هي العروس، عروس العالم، مش بس عروس السياحه ولا عروس الجنوب ولا عروس الاثار، هي عروس العالم اللي متزينه والعالم كله بيتفرج على زينتها وبهائها وجمالها بشكل. الحقيقه في الفاصل انا بتابع ردود الافعال سواء رويترز ولا الاسوشيتد بريس ولا معظم الوكالات الاجنبيه، كلهم الحقيقه بيستخدموا كلمه واحده، كلهم كاتبين صياغات مختلفه بس في الصياغات المختلفه دي فيها كلمه واحده مشتركه كومن. ايه الكلمه دي؟ انه مصر تبهر، تبهر في حاله ابهار وفي حاله انبهار. يعني احنا عملنا حاجه النهارده الحمد لله فيها ابهار ادت الى حاله انبهار موجوده عند العالم. واذا كنا احنا نفسنا اثرنا دي موجوده عندنا ومعابدنا دي موجوده عندنا وطريقه كباشا موجوده عندنا، المفروض ان احنا معتادين عليهم وما ننبهرش. فاذا كنا احنا منبهرين بالشكل اللي ظهرت بيه هذه الاثار وهذه الاحتفاليه النهارده، فما بالك بناس بتحلم انها بس تقطع الاف الاميال عشان تيجي تشوف حجر واحد من الاحجار الكريمه النادره الاثريه اللي عندنا في مصر. والحقيقه انا بعتبر، وهذا الكلام على لساني وانا مسؤول عنه رغم ان انا مش عالم اثري ومش متخصص بس ازعم ان انا بفهم شويه، انا بقول لكم انه
احتفالية طريق الكباش والكشف الاثري المهم والترميم اللي حصل في طريق الكباش هو اهم احتفالية لكشف اثري في القرن الحادي والعشرين، اهم واكبر. هتقولوا لي اعتبر ما توسعهاش قوي، هقول لكم لا هوسعها لسبب. انا عجبتني جدا جدا كلمة قالها خالد العناني وزير السياحة والاثار في الاحتفالية. قال ايه الدكتور خالد؟ قال لك احنا لما بنقول انه الاقصر فيها تلت اثار العالم ولا سدس اثار العالم ولا تمن الحية، هو مش مقتنع قوي بالكلام ده، وانا معاه. لانه عشان نعمل نسبة لازم يبقى فيه نسبة وايه؟ اسمها حتى كده نسبة وتناسب. فانت بتعمل نسبة لحاجة ما فيهاش تناسب. يعني معبد الكرنك ده، هات لي اي اثر موجود في العالم وقول لي شبهه. معبد حتشبسوت، الدير البحري، طريق الكباش ده، الهرم اللي موجود هنا عندنا في الجيزة، هتلاقي بقى يقول لك دي مش عارف قبة ايه في بلد ايه عمرها 300 سنة، ويشهق ويقول لك يا خبر ابيض 300 سنة دي حاجة واو مونيمنت اثر. 300 سنة ده اول امبارح بالنسبة لنا، اول امبارح بالنسبة لنا. عشان كده لازم لما تيجي تعمل نسبة لازم يبقى فيه تناسب. واحنا الحمد لله بفضل ربنا وبفضل مصريين القدماء كل اثارنا فريدة، يونيك يونيك، فريدة من نوعها. فبالتالي احنا نبقى بنهنها لما نقارنها باثار اخرى، مع احترامي لكل اثار الحضارات الاخرى، مع احترامي لكل اثار الحضارات الاخرى، بس احنا الحقيقة نبقى بنقلل من قيمة حضارتنا واثارنا لما نيجي نقارنها باثار اخرى ونقول ان دي سدس ولا سبعة ولا كذا، واعتبروها شيفونية وعنصرية وتحيز مصري. كل اثار العالم في كوم، والاثار المصرية تبقى لوحدها درة التاج، درة الجوهرة بتاعت التاج. عشان كده الاقصر النهاردة في بهاء وفي شكل يخليها المتحف المفتوح الوحيد على مستوى العالم، عاصمة اثار العالم بامتياز. في هذا المتحف المفتوح كل شبر من ارض الاقصر قطعة اثرية فريدة. الدكتور علي عمر المسؤول عن العرض المتحفي، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله تمام. حضرتك معايا انه الاقصر بالشكل اللي احنا شفناه النهارده تحولت بالفعل الى متحف مفتوح فريد من نوعه. اصبحت الضفة الشرقية متحف مفتوح، والضفة الغربية متحف مفتوح، وكمان الضفة الغربية اضيف اليها ان هم تم اضاءتها بالكامل، فهتبقى مطموح بزيارتها ان شاء الله مساء وصباحا. ومعبد الاقصر اضيء من الخارج ومن الداخل، حاجة رائعة. بسم الله ما شاء الله. قول لي يا دكتور، ايه معايير العرض المتحفي او ان حاجة تتحول الى متحف بشكلها ومعاييرها؟ اولا المعايير، انت لازم يبقى في المتاحف على الاقل كل متحف بيبقى له قصة، وبتنقي القطعة الاثرية اللي بتيجي تمشي مع القصة، فكل متحف له قصة تختلف عن الاخر. تمام. يعني متحف مثلا شرم الشيخ بتكلم عن الانسان والحيوان. كويس. علاقة ازاي الانسان المصري القديم احترم الحيوان بجميع انواعه، وبعضهم بعض الحيوانات دي قدسها. متحف كفر الشيخ يعني كل متحف زي ما كده له تيمة او له خط هو اللي ماشي بكل تماثيله وعرضه. نعمل قصة للمتحف حسب الحاجة بتاعته. تمام. كفر الشيخ مثلا اسطورة ايزيس واوزوريس دي التيمة بتاعته، دي كانت مقر الاسطورة. حلو. فكل متحف له التيمة بتاعته ونمشي عليها. تمام. بنجمع قطع الاثرية اللي تمشي مع العرض المتحف. تمام تمام. على فكرة عجبة الحضارة المصرية مش في الاثار اللي موجودة بس، حضارة ظهرت واستمرت لمدة 3000 سنة، مفيش حضارة في العالم استمرت تلك الفترة ابدا يعني. صحيح صحيح، عند حضرتك حق. قول لي بقى باعتبارك متخصص في هذا المجال، انطباعاتك وانت تشاهد النهارده الاحتفاليه المبهره اللي احنا شفناها. حصل لي حاله انبهار ده يا عم في الشعب المصري. انبهار. رغم ان حضرتك عايش مع الاثار دي طول عمرك. لكن طريقه العرض، الاخراج، الاضاءه، اللعب بالاضاءه، حاجه رائعه.
الاغاني اللي جابوها، حتى الاغاني اللي غردوها باللغه المصريه القديمه جايبينها من على نصوص المعابد، جابوها من مقصوره حتشبسوت الحمراء اللي هي موجوده في معبد الكرنك. ايوه اول حاجه ابتدوا بالافتتاحيه زي ما كانوا زمان بيبتدوا، وبعد كده دخلوا على الجزء الثاني اللي هي نصوص تتويج الملكه حتشبسوت، وده كانوا بيحتفلوا بيها في عيد الاوفيس. كويس. وبعد كده لما الموقف بيتحرك يسهل الى الاقصر بيغنوا او بيقولوا النشيد نداء امون، ولما يوصلوا يحطوا مراكب هناك يروحوا عايزين مره ثانيه اغنيه الافتتاح سوري نصوص الافتتاحيه مره ثانيه. والهتافات اللي شفناها في النص دي كانت نداء امون. في النص قبل الاخر على طول. مظبوط مظبوط مظبوط. طبعا دي حاجه رائعه يعني، حتى كل حاجه معموله بالتفاصيل الدقيقه. دكتور خالد انسان دقيق جدا. ايوه. بيدق على التفاصيل جدا. والحقيقه دكتور زي ما حضرتك تفضلت انه حاله الانبهار اللي جات لنا النهارده بسبب الاضاءه والاخراج والعرض الاستعراضي المسرحي المتناسق جدا جدا جدا، بس طبعا كل ده من غير منتج عظيم ما كانش حيبان، وعشان كده نعرف قد ايه احنا عندنا منتج برودكت ليس له مثيل في العالم كله قديما وحديثا. يعني انت شفت اهل الاقصر لما بيتكلموا حاجه بيتكلموا عن بلادهم بحب. صحيح. وحاجه الموروث الثقافي عندهم قوي جدا. صح. يعني شفنا الموروث الثقافي عيد الاوفيت ده عندنا الاقباط في باري جركس هناك برضو احتفاليه، وعندنا الشيخ ابو الحجاج برضو. الموروث الثقافي مستمر معانا طول الوقت. يعني مصر ما سابتش نفسها اللحظة من جيل لجيل، التواصل مستمر. صح. الحاجة المبهرة كمان اللي عجباني ان الجيل الصغير ده هيطلع واعي بأهمية وحضارة بلد. هي دي بقى النقطة يا دكتور، انه انا اعتقد انه آن الاوان انه يحصل فيه ثورة. كلمة ثورة هنا بقى كلمة مناسبة في الوعي الاثري والحضاري لدى المصريين. احنا عشنا ازمان للاسف مش عايزين نعيدها، يعني كان في اهمال عام سواء من الحكومات او حتى على مستوى الشعب لاثار بلدهم وحضاره بلدهم وعراقه بلدهم، لدرجه حتى ان اثارنا كانت بتتهرب وكان 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 بيصيبها الكثير من الاهمال. الان نحن في حاله الدوله بالقياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدوله والحكومه الحقيقه عاملين دعم للاثار والحضاره. يمكن احنا النهارده اهو في اقل من عام شايفين احتفاليتين عالميتين حاجه في منتهى الروعه، موكب المومياوات وطريق الكباش. فبالتالي يبقى بقى ان يبقى في ثوره للوعي الاثري والحضاري لدى المصريين. عاوز اقول لحضرتك حاجه، اكثر زوار المتاحف دلوقتي من الجيل الصغير. فعلا. من الشباب ومن الاطفال. يعني متحف الحضاره يعني متوسط الزياره بتاعته 2500 زائر في اليوم، اغلبهم مصريين ومن الاطفال والشباب، فحاجه تفرح. وده دي معلومه يعني تسر والله وتفرح جدا. جدا. حاجه تفرح وتخلي الواحد يشتغل بنفسه اكتر. لا انا ادعوك تشتغل بنفس قوي 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 قوي، لان احنا في حاله حلوه قوي قوي قوي، وطالما ابتدينا كده هنكمل على كده ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله. تحياتي لحضرتك. في احتفاليه تانية ان شاء الله المتحف اليوناني والروماني في اسكندريه كمان كم شهر كده باذن الله. وطبعا كلنا في انتظار كمان المتحف الكبير بقى اللي هيبقى باذن الله يعني مبهر بشكل كبير. ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي يا دكتور وشكرا لحضرتك ولكل العلماء والمتخصصين العاملين في مجال الاثار، لان الحقيقه اللي احنا شفناه النهارده ده مش نتاج شخص ولا اتنين ولا وزير السياحه والاثار بس، الحقيقه ده جهد مشكور لعلماء ومتخصصي ومرممي الاثار الحاليين والسابقين خلال السنوات الماضيه اللي وصلوا بينا الى هذا المستوى المبهر. تقرير عن ما حدث في طريق الكباش.
يشهد العالم أجمع الآن حدث تاريخي ستنقله العديد من القنوات العربية والعالمية بأحياء ممر تاريخي عمره أكثر من 3000 عام في حفل ساحر حيث احتفالية افتتاح طريق الكباشي بمدينة الأقصر والتي تأهبت له المحافظة لتبهر الجميع بجمالها وبكافة مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة والتي لا مثيل لها. فعالية الأقصر طريق الكباشي تلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة 14 عمود بمعبد الأقصر والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباشة. هذه الاحتفالية بمثابة عرس دولية حيث ستتجه أنظار العالم إلى محافظة الأقصر في احتفالية عالمية تبرز كل مقوماتها السياحية التاريخية والسياحة النيلية والبيئية والشعبية وتطبيق استراتيجية بصرية وجمالية بالمدينة حيث سيكتشف العالم الأقصر بلون جديد وشكل مبهر يجمع بين الماضي والحاضر. فالمشروع يهدف لتحويل الأقصر لأكبر متحف أثري مفتوح في العالم من خلال ربط عدة معابد ومواقع أثرية ببعضها. تم تنفيذ ترميم طريق الكباش على مرحلتين، المرحلة الأولى لتطوير 29 تمثالا للكباش في الجهة الجنوبية لصرح معبد الكرنك، والمرحلة الثانية ترميم 19 كبشا جديدا في الجهة البحرية خلف واجهة معبد الكرنك الرئيسية. مشروع طريق الكباش بمحافظة الأقصر من أكبر وأضخم المشروعات القومية نظرا للأهمية الكبرى التي تشكلها المحافظة من حيث مكانتها السياحية وامتلاكها جزءا كبيرا من الآثار المصرية. ويعد طريق الكباش الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، حيث كان يبدأ من الشاطئ شارع فسيح تحف به تماثيل لأبي الهول نجدها في معابد الكرنك مثلت على شكل أبي الهول برأس كبشة، والكبش هنا يرمز للإله آمون ربما لحماية المعبد وإبراز محورها. وقد أطلق المصري القديم على هذا الطريق اسم واتنثر بمعنى طريق الإله. أما طريق الكباش في معابد الكرنك فقد عرف باسم تا ميت راهنت وترجمتها طريق الكباش أيضا. قد يكون طول الطريق 2700 متر ويحتوي على 1200 تمثال، وعرض هذا الطريق 76 متر. كانت هذه التماثيل تنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملية ذات كورنيش نقش عليه اسم الملك وألقابه وثناء على مقامه على قاعدة من الحجر مكونة من 4 مداميك من الحجر المستخدم نظرا لوجود بعض النقوش، وقد تقام على هيئتين، الأولى تتخذ شكل جسم أسد ورأس إنسان أبو الهول، والثانية تتخذ شكل جسم الكبش ورأس كبش كرمز من رموز الإله آمون رع. يعد تطوير مشروع الكباش أحد أهم المشروعات وأقدم المسارات المصرية القديمة، حيث يصطف على جانبيها نحو 1300 كبش بين كل واحد وآخر مسافة 4 أمتار. وفي السنوات الأخيرة كثفت مصر جهودها للترويج لاكتشافاتها الأثرية في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لأحياء صناعة السياحة، حيث يتمثل أحد عناصر هذا النهج في إعادة إنشاء الأماكن القديمة في الاحتفالات المتوهجة والتي تم تقديمها لأول مرة عندما أقامت مصر ما أطلق عليه موكب ملكي لاستعراض 22 مومياء في شوارع القاهرة أثناء نقلها إلى متحف الحضارات التي تم افتتاحه حديثا في أبريل الماضي. إسراء سعد، آخر النهار.
لقبت بأنها عاصمة السحر والجمال. إنها مدينة الأقصر التي لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين، ليختارها المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة بإجماع الآراء عاصمة السياحة العالمية عام 2016، ليتحدث الجميع عن مدينة السحر والجمال. الأقصر عرفت سابقا بطيبة وهي عاصمة مصر في العصر الفرعوني، وكانت طيبة الأقصر الآن مركز عبادة رع، واهتم أغلب فراعنة مصر وعلى الأخص خلال الدولة الحديثة ببناء المعابد فيها لمختلف آلهة قدماء المصريين وأهمها آمون رع. وتعد محافظة الأقصر التي تضم وحدها ثلث آثار العالم من أهم المناطق السياحية على المستوى الدولي، يوجد بها العديد من المعالم الأثرية والفرعونية والمعابد السياحية، ويفد لزيارتها السائحون من كل مكان في العالم ليشاهدوا عظمة الحضارة المصرية. وقد اشتهرت قديما باسم مدينة المئة باب أو مدينة الشمس، وكانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني، وسميت بطيبة ثم واسط ثم الصولجان، وأخيرا أطلق عليها العرب الفاتحون اسم الأقصر لقطرة قصورها الشاهقة التي أذهلتهم. تقع محافظة الأقصر على ضفاف نهر النيل، ويرجع تاريخها إلى ما يزيد عن 7000 عام، تبعد عن القاهرة بنحو 670 كيلومتر، يحدها من الغرب محافظة الوادي الجديد ومن الشرق محافظة البحر الأحمر. وأقرب ميناء بحري لها هو ميناء سفاجة، وبها مطار دولي حديث، وتتكون من 7 مراكز هي الأقصر وأرمنت وإسنا والطود والبيضية والزينية والقرنة، وتحتفل بعيدها القومي يوم 9 من ديسمبر من كل عام، وهو يصادف يوم تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص إلى محافظة بالقرار الجمهوري لعام 2009. إسراء سعد، آخر النهار. شفنا التقرير اللي عملته لنا الزميلة إسراء عن الأقصر وتاريخها وجمالها وتعاقب الحضارات عليها وتعاقب أسمائها كمان، بداية من طيبة وصولا إلى الأقصر، وهي تستحق كل المدح وكل المسميات اللي سميتها، لدرجة أنه كاميرات المصورين والمخرجين في السينما ما عرفوش يبعدوا عن جمال الأقصر، فاختاروا معالم الأقصر وأثرها وجمالها ليكون شاهد طول الوقت في أفلامهم، خصوصا اللي اتصورت في جنوب الوادي. تعالوا نشوف دلوقتي تقرير عاملينهم في آخر النهار عن الأقصر في عيون السينما المصرية. من منا لا يعلم الأهمية القصوى التي تشغلها مدينة الأقصر من الناحية الحضارية والأثرية؟ ونظرا لهذه الأهمية لم يغفل كتاب السينما العربية والعالمية عن تصوير أعمالهم الفنية بها. فيلم غرام في الكرنك هو من مصري يتم تحميضها، عرض عام 1967 ويعد من أهم الأفلام الاستعراضية في تاريخ السينما المصرية. تم تصوير أغلب مشاهده بمدينة الكرنك، وصورت عدد من الرقصات داخل معبد الكرنك بالأقصر. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. فيلم الوصايا العشر، فيلم للمخرج سيسيل ديميل وبطولة الممثل الأمريكي ثيودور روبرتس، ويحكي قصة سيدنا موسى عليه السلام وأحداث الخروج من مصر. تم تصويره في الأقصر، وكانت المرة الثانية، حيث تم تصويره أول مرة عام 1923، وبعدها فكر المخرج بتصوير الفيلم بشكل ملحمي. فيلم صراع في الوادي من الأفلام التي ذاع صيتها وبقي أثرها في تاريخ السينما المصرية للمخرج يوسف شاهين. تم تصوير اللقطات من الفيلم في مدينة الأقصر وبالتحديد في معبد الكرنك. فيلم المومياء بطولة نادية لطفي، وتدور فكرته حول مجموعة تبحث عن الآثار وتقوم ببيعها. تم تصويره بمدينة الأقصر في وادي البلوكي والكرنك ومعبد الأقصر.
فيلم عسكر في المعسكر بطولة محمد هنيدي وحسن حسني. فيلم كوميدي يدور حول البطل خضر، شاب من الأقصر يهرب من الثأر ويتزوج حبيبته. صورت أعداد من المشاهد بالأقصر ومعبد القرنك، انتهاء بفيلم غموض أميرة. فيلم أمريكي تم تصويره مؤخرا في مدينة الأقصر بمدينة هابو ومقبرة سيتي الأول ومقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربية. وصرحت الفنانة أميرة كمال التي شاركت في الفيلم أنه سيعرض في مختلف المهرجانات والسينمات الأمريكية. إسراء سعد، آخر النهار. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. النهارده السيد الرئيس زي ما حضراتكم شفتوا كان على راس المحتفلين باحتفاليه طريق الكباش في مدينه الاقصر مساء، اما صباحا فكان الرئيس على موعد مع زياره في رايي انها مهمه جدا 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 ايضا في جنوب مصر، ولكن كانت في مدينه اسوان. وهذه الزياره انا في رايي انها زياره لها اكثر من دلاله ومعنى. الزياره او الدلاله الاولى او المعنى الاولى، إن معنى الأول، إنه السيد الرئيس مع مواطني في أي مكان، خصوصا وقت أزمتهم. أنتوا عارفين طبعا المشاكل اللي حصلت في مدينة أسوان وعند أهالي أسوان خلال الأسبوع الماضي بسبب الظواهر الجوية والأمطار والسيول اللي خلت الوضع صعب جدا وأدت إلى تدمير بعض البيوت وتشريد بعض الأهالي، بالإضافة إلى نقص المكونات الغذائية بشكل كبير. ومصر كلها تكالبت لمساعدة أهلنا في أسوان، وكان طبيعي أن يكون السيد الرئيس على رأس المصريين الذين يقفون مع أهليهم في وقت المحنة. عشان كده زيارة السيد الرئيس النهاردة لها دلالة مهمة جدا، ووصلت فورا هذه الرسالة إلى قلوب شعب أسوان والأسوانيين اللي النهاردة تباروا في الاحتفاء والاحتفال بزيارة السيد الرئيس. وهذا نموذج لسيدة تحتفل بالسيد الرئيس و تمطر عليه كلمات الثناء والدعاء له ولمصر بالخير والبركة. الرسالة الثانية أو المعنى الثاني لزيارة السيد الرئيس هو أنه مفيش مكان بعيد عن اهتمام الرؤية الجديدة لمصر 2030. حتى ولو كنت في أقصى جنوب مصر فأنت في قلب الاهتمام وقلب الخريطة. وأنا في رأيي الشخصي المتواضع أنه فاكرين الأغنية بتاعت زمان، الدور الدور موعودة يلي عليك الدور، الحمد لله الأقصر أصبحت جاهزة بالهوية البصرية وبالتطوير وبالإشادة. أنا في رأيي أنه اللي موعودة بالدور دلوقتي هي مدينة أسوان. مدينة أسوان يجب أن تحظى أيضا بالاهتمام والدعم والتحديث والمشروعات والهوية البصرية، لأن أسوان لا تقل عن الأقصر بهاء وعراقة وحضارة. الآثار والمعابد والمعالم السياحية والأثرية اللي موجودة في أسوان حاجة كمان الحقيقة يجعلها مستحقة لأن تكون أيضا متحف مفتوح. وأنا أعتقد أنه في القريب العاجل ستكون أسوان متلألئة كما تلألأت الأقصر. عندي تقرير عن زيارة السيد الرئيس وجولته التفقدية ولقاءاته مع أهالي أسوان هذا الصباح، ومنه إلى الختام وأقول لحضراتكم سلام. زي دي، لان القريه هنا قريه غرب اسوان مش من قرى حياه كريمه. بدنا نحصر الاحتياجات الفعليه للناس ما بين اضرار في البيوت بتاعتهم ما بين اضرار في الاجهزه. بدنا نشوف بعض الاهالي نوفر لهم حوالي تجهيزات ل 150 شقه فندم، وبدانا نشتغل في بعض البيوت اللي كانت متهدمه زي البيت ده فندم، بيت الحاج منسي. انا متابع الموضوع كله من اول ما حصل كده، وطبعا عارف حجم المشكله. يعني
يعني البيوت اللي كانت بظروفها مع السيل هي اللي اتضررت جدا، وطبعا البيوت اللي برضه من مبنيه كده اتضررت بالمطر. البيوت مبنيه من 100 سنه دي، من 100 سنه اشتغلنا هم اللي بنوها. والله البيوت دي مبنيه من 100 سنه. ربنا يجعلها عمرانه. والله ده عمرانه بفضل خدومك لينا يا سياده الريس. ربنا يخليك. يديك عمر وعمر ان شاء الله. يعني مش عايزين حاجه. احنا كنا بنشوف يا سياده الريس انجازاتك في التلفزيون. الانجازات اللي انت بتعمله. العاصمه الجديده اللي انت بهرتنا بيه في التلفزيون. ولا حياه كريمه اللي كنا بنشوفها في التلفزيون. كنت بقول يا رب ده فين ده؟ ده فين ده؟ لما شفناه على الواقع احنا سعادتنا مش منطق يعني مش قادرين، اللسان عاجز 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 للتعبير. طب مش هقول لي انتوا عايزين حاجه، ده بالناس اللي هنا. انا جاي عشان كده. والله كله متضرر من السيول ديت. نعم كله متضرر. يعني انتوا اي ضرر هنشيله. السلام عليكم. السلام نورتنا وشرفتنا سيادة الرئيس. الله يخليك ونورت أسوان كلها. النهار أبوك بلدنا مش شمع عمرها ما هتخلى أبدا عن أهلها، ولا هتسيب ضرر لما تدفعها، ولا مشكلة لما تحلها. وده دورنا، ده موضوع ما بنعملوش لحقكم. إحنا نيجي هنا لحقكم، ونطمن عليكم بحقكم. كل قرى مصر، مش بس غرب أسوان وسهيلة، كل قرى مصر، كل قرى مصر احنا حاطين لنفسنا خطة ان احنا نخلصها في 3 سنين. نخلص ايه؟ نكرر. هنخلص ايه؟ هنخلص الصرف الصحي، هنطمن على مية الشرب، هنطمن على الكهرباء. يا ريت احنا السنة الأولى بقى من 3 سنين. هو عشان خاطر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. حاضر هنقول ده مش بدل حد، لكن ليه نزود ده دكتور مصطفى على ال بعد اذنك. احنا اسوان حرس مراكز، كنا بدأنا السنة دي حضرتك في مركز كومومبو وإدفو ونصر النوبة، فاضل لنا كان مركزين السنة الجاية، اللي هو مركز أسوان اللي فيه القرية هنا، قرية غرب أسوان، ومركز ضراو. دول اللي كنا هنبدأهم السنة الجاية. فالحركة لو أمرت يعني هنبدأ هنا على طول. هنبدأ على طول هنا. يعني احنا ما تتصورش كنا بنحبك قد ايه، زادت محبتنا لما جيت حسين بينا وجيت عندنا في البلد. واحنا يعني قمه السعاده النهارده. ويا ريت يا ريت حياه كريمه تستمر معانا ويشوف مطالبنا. احنا في حاجات كتيره في البلد كنا نتمنى انها تتحقق. دلوقتي متاملين في خلال الاسبوع اللي شفناه من حياه كريمه انها هتكون احسن من اللي كنا بنتوقعه. لما حصل السيل عجلنا بالخطه، يعني وقلنا نخش هنا عشان نخفف الضرر ونشيله يعني. لكن احنا كده كده كنا جايين، ولو حد منكم بيزور القرى اللي احنا شغالين فيها، ولادنا وبناتنا ولاد مصر شغالين فيها، هتجدوا ان احنا اللي انا بقول عليه ده بيتعمل مش في قريه واحده، في الاف القرى. انا نسيت كل حاجه، نسيت كل حاجه. وأكبرها طبعا أنا شفنا حضرتك يا حضرت الرئيس. ربنا يعينك على حكم مصر، ربنا يخليك لمصر. يكفيك إنك أنت كنت جندي في ديش مصر والآن حاكمها. ربنا يا رب يبعد عنك ما يسمون بأعداء النجاح.